يا أكيم، عيب يلي عملتي. كيف هيك خربتي صداقتنا؟ ستي معلش تجيبي لي التليفون، أنا قاعدة على التخت هلا. يا بنتي أنا عم حرك الشوربة وما بقدر أتركها لأنها بتحترق. أوف منك ستي. جيبي لحالك، نسيتي شو قال لك الدكتور؟ ما قال لك لازم تتعودي على الكرسي وتصيري تتحركي فيه طول الوقت جوات البيت؟ يلا. شو هاد تضرب انت وياها؟ مستحيل مستحيل. شو هاد يا ربي شو هاد؟ ليلى مستحيل. ليلى خير يا بنتي؟ انا منيحه ستي، ما فيني شيء. طيب انه ما يصير لك شيء حبيبتي، رح نضيف هون وبرجع بعمل لك غيرهم. قولي لي شو عم يوجعك؟ قلت لك انا منيحه. كم مره بدي اعيدها؟ لا بقى تسأليني، ما عم يجعني شي، لا بقى تعيدي السؤال أبدا. الله يشفيكي يا بنتي، الله يشفيكي يا روحي، يا رب تشفيها وتعافيها. يا ربي أنا شو عاملة بحياتي؟ ليش؟ مين الشاب اللي بده يطلع ببنت ما فيها تمشي؟ يا ربي ليش صار فيني هيك؟ ليش يا رب؟ ما كان في داعي للكذب. ما رح اركض وراك وما رح اعمل لك وجع راس. غلطي الوحيد اني وثقت فيك. كذب شو عم تقولي؟ بعمري ما كذبت عليكي. فيك توضحي كلامك؟ ديشك واحد غبي ما بيفهم شي ولا بيقدر حتى. شو بدي اقول له هلا؟ في داعي توضح شي، كل شي صار واضح مبينة الصورة. ليك استني، خليني اشرح لك وبعدين احكي. صدقيني كنت مجبور اعمل هيك. البنت كانت بدها تنتحر. تنتحر؟ وانت شو دخلك؟ قلي انت دكتور نفسي؟ اذا كنت دكتور اللي إذا شي يوم قالت لك إذا ما تزوجتني بنتحر تتزوجها يعني؟ أكيد ما بتزوجها. خلص بوعدك أنا رح حل المشكلة. رجاءً وثقي فيني واعطيني شوية وقت، رجاءً. الغدا جاهز سيد عزيز. طيب. مضطر روح هلا، بنحكي بعدين.
وأنا بحل القصة بوعدك. لوين رايح؟ ما خلصت كلامي. لا تكون بدك تاخذ صورة جديدة مع حبيبتك. على فكرة ما اقتنعت بكلامك أبداً.